أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخواني السلام عليكم ورحمة الله. جاء من حديث ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أريد تنبيه إخواني إلى مفردة بالغة الأهمية في هذا الحديث، وهي: وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق. ويتحرى الصدق أي يتحرى ما استطاع الصدق، التحري، يتحرى الصدق. لماذا قلت هذا؟ لأننا أمام حالة مقال: من سيتخذه الناس قدوة وأسا ومرجع في دينهم؟ لذلك الأمر جلل. الآن سأبدأ في حديث آخر كذلك، لننظر إلى تحري صدق النبي عليه الصلاة والسلام وإلى تحري صدق الصحابة من بعده، ثم ننظر. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على أهل الصفة فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق، سوق المدينة، فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم أو قطيعة رحم؟ فقلنا: يا رسول الله، كلنا نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هنا عندما رغب في أجر الآخرة مقارنة بكسب الحياة الدنيا ماذا قال؟ قال لهم: أيكم يحب أن يكون له كذا؟ ثم قال: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو يقرأ من القرآن خير له من كذا. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرى ها هنا تمام الصدق، لم يعدهم بشيء بين يديه، لم يقل لهم: عندي ناقتين هاته واحدة. انظر إلى تحري الصدق، تحري الصدق. تابعه في ذلك أبو هريرة عليه السلام الله قال: فعن أبي هريرة أنه مر بسوق المدينة فوقف عليها فقال: يا أهل السوق، ما أعجزكم؟ قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم، وأنتم هنا ألا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه؟ قالوا: وأين هو؟ قال: في المسجد. فخرجوا سراعا ووقف أبو هريرة لهم حتى رجعوا، فقال لهم: ما لكم؟ قالوا: يا أبا هريرة، فقد أتينا المسجد فدخلنا فلم نرى فيه شيئا يقسم. فقال لهم أبو هريرة: وما رأيتم في المسجد أحدا؟ قالوا: بلى، رأينا قوما يصلون، وقوما يقرؤون القرآن، وقوما يتذاكرون الحلال والحرام. فقال لهم أبو هريرة: ويحكم، فذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. الآن أبو هريرة ها هنا ماذا خير كذلك هو، أو بماذا رغب الصحابة؟ رغبهم في ميراث النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان أقوام يتقاسمونهم، أي ينالون من هذا الميراث في المسجد، وما كان ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم عموما والقرآن والوحي، تعلم العلم والوحي. قال لهم: يعني تعجزون عن أخذ نصيب من ذاك الميراث الذي هو العلم والقرآن عموما في المسجد؟
يعني لم يعلقهم بنفسه ولم يكذب، لم يقول شيء خلاف ميراث النبي عليه الصلاة والسلام. انظر إلى تحري الصدق كذلك. رغبهم هو كذلك بدوره في أخذ نصيب من ميراث النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يعلقهم بنفسه ولم يقل إلا صدقا. لذلك قلت تحري الصدق، التحري في لفظ ترفض الصدق. هاته لماذا قلت ذلك؟ الآن تأمل إلى هذا الزمان وإلى من اتخذهم الناس أسا ومرجعا ويعادون ويوالون فيهم، بل وأظلوهم ضلالا بعيدا. تأمل الآن إلى هذا الدعي ماذا ادعى. اسمع أخي ثم نواصل. قالوا لنا يا أهل المسجد تريتوا قليلا، معنا نفقة كبيرة من المال ووصية من غني، مئات الآلاف من الدنانير، مئات الآلاف من الدنانير وصى بها عبد صالح أنعم الله عليه وتفضل عليه بالفضل العظيم، عبد صالح من المدينة المنورة أوصى بخير كثير عميم، مئات الآلاف، أنه من جاء قاصدا إياها فذكرها وطلبها إلا أعطيت له، من طلب ألفا له ألف، وألفين له ألفين، وعشرة وفوقها على أن يطلب هو بفمه. ها ما تقولون؟ مئات الآلاف، عبد صالح من المدينة المنورة. سمعتم الآن. أذكرك بنقاط مهمة جدا، وهي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، يعني الدينار ليس من ميراث الأنبياء، الدينار تثبت، الدينار ليس من ميراث الأنبياء، وأورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو ميراثه؟ هل كان دينارا؟ لا. من قال أن ميراث النبي عليه الصلاة والسلام هو الدينار كذب على رسول الله، هذا كذب. لماذا؟ قلنا التحري في الصدق، وإن كانت النية حسنة لكن صدق المقال، صدق المقال. والمسلم لا يكذب، المسلم لا يكذب عدا أن يكون أسا ومرجع في الدين. تأمل، الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا. الرجل ماذا قال في هذا المقطع؟ قال معنا، اسمع أول شيء علقهم بنفسه، قال معنا. أبو هريرة ماذا قال؟ قال إلى المسجد، ميراث النبي في المسجد، لم يعلقهم بنفسه وكان أولى، قال في المسجد. بماذا وعدهم؟ بميراث النبي فقط. وماذا كان ميراث النبي؟ الوحي، القرآن والعلم، وفعلا وجدوا ذلك. هل زاول الصدق ذرة؟ أبدا. قال ميراث النبي يقسم في المسجد، وفعلا كان ذاك، لم يكذب ذرة، حاشا. لكن هذا الرجل ماذا قال؟ قال معنا، اسمع آلاف، تحديد العدد، آلاف الدنانير، عيني الآن، مال عيني، ومحدد العدد، مال ودينار وعدد. هل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قال وصية من عبد صالح؟ ما هي هذه الوصية؟ آلاف الدنانير. يعني يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاه هو أن يقسم آلاف الدنانير. هل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث الدنانير؟ لا. من قال أن الدنانير والآلاف هي ميراث نبي الله عليه الصلاة والسلام، وإن كان المقصد حسنا، نحن أمام تحري الصدق وأمام من سيتخذ قدوة، بل وظن فيه أتباعه هذا الدعي
أنه المهدي الذي سيملأ الأرض بمثل هذا الفعل. الآن انظر إلى ميزان صدقه، الأتباع في حالة حب هم لا يبصرون مثل هذا، لكن قلنا نحن الآن سنضع بالميزان الدقيق. الرجل الآن كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ تابع معي. قلت رسول الله لم يورث الدينار والدرهم، لم يورث دينارا ولا درهما أولا. ثانيا، رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا علق الناس؟ بكتاب الله وبالعلم وبالوحي بالقرآن. لم يقل إن عندي ناقتين يعني تعالوا إلي إن عندي ناقتين، لا، قال كتاب الله أن يقرأ يعني من الوحي خير له من كذا، لأن يغدو أحدكم إلى المسجد. لكن الرجل ماذا قال؟ قال معنا. يعلق الناس بنفسه بالكذب، بالكذب على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاه أن يقسم آلاف الدنانير. فالآن سيقولون لا نتجاوز والنية حسنة، لا لا إخواني، هذا بيت من بيوت الله وهذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا الدعي هاته جرأته على رسول الله وفي بيوت الله، فلا ترجو منه أن يترأف وأن يصدق بالخلق كما سيأتي في باقي الدروس إن شاء الله. الآن الرجل كذب، كذب، ولا ينكر هذا إلا من لا يبصر. لماذا؟ أسئلة، هل رسول الله ورث الدرهم والدينار؟ لا، الرجل قال معي آلاف الدنانير، معنا آلاف الدنانير، وصية من رجل يعني رسول الله. رسول الله لم يورث ولم يوصيك أن توزع آلاف الدنانير، كذب، وإن كان المقصد حسنا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاتي واحدة. الثانية، تأمل فيها، الرجل كذب ثم يتابع مكابرا وأتباعه ينصرون من هذا فعله في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الزمان وبهذا ابتلينا، فإلى الله المشتكى. ما كان خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب. يقولون لماذا انقلبتم؟ لهذا جربنا كذب الرجل في غير موضع كما سيأتي في غير موضع. هذا من أول دعوته، أول دعوته، أول دعوة بدأ بها في بيت من بيوت الله بالكذب، رغب الناس في الدين بالكذب، وعلقهم بنفسه بالكذب. وعلى من الكذب؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني، المسألة ليست تجوز فقط، نتجوز، لا، أنتم وضعتم العلماء في الميزان وهذا حق لكم ذلك، لكن سننظر بالقسط كذلك على أنفسكم. الآن ارقبوا، والله رقيب، الله رقيب، الله رقيب. هذا حق الله أن يقام دينه بالصدق، وهذا حق رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يكذب عليه، وهاته حق بيوت الله ألا يتجرأ فيها بالكذب، وهذا حق المسلمين. يعني أن يقوم الناس من بعد الصلاة فيقوم رجل وقح بهذا الوجه فيقوم أمام الناس يعدهم بالكذب، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من المدينة أوصانا بألاف من الدنانير، والناس جاءوا إلى بيت من بيوت الله ليصلوا، لا لأن يسمعوا كذبا أو حيلة بالكذب. ما كان خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب، لذلك نبغض هذا الرجل للكذب. قال ولقد كان الرجل يحدث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكذبة، فما يزال في نفسه حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبة. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز كما تتجاوزون كذبا، لكن نمررها وحقد ومالك والرجل كذب الرجل، إلا أن توافقونه أن تكذبوا على رسول الله، أن رسول الله أوصاه أن يوزع آلاف الدنانير. إن أردتم متابعته على ذلك فحسبنا الله ونعم الوكيل، وهذه سجلاتكم وهذه أعمالكم والله حسيب الرقيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا فما يزال في نفسه يعني من الذي أحدث بكذبة في نفسه حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبة، فانصحوا لصاحبكم أن يحدث من هذه الكذبة توبة ومن باقي الكذبات التي ستسمعونها. لكن اسمعوا، إن كذبا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كذبا عليه ليس ككذب على أحد يعني غيره. في الشريط تأملتم إلى شيء، عندما قال معنا أيها الناس معنا آلاف من الدنانير كذا وكذا، هذه الكذبة الصراح البواح. ثم هناك واحدة مهمة جدا، الكل نعلم حالة إخواننا يعني في فلسطين، أسأل الله أن يرفع عنهم
البلاء وعن المسلمين جميعا. وهذا حال الإنسان إذا وعد الإنسان يعني بشيء من خير الدنيا، كثير من الناس لا يردونه، كما يعني خاصة إذا كان من غير استشراف نفس، إذا قال لك إنسان معنا مال سنوزعه بين المسلمين، لا عيب في ذلك. لكن حتى أن لو تراجعون في آخر تسجيله قال له رجل بعد أن قال هذه المقالة، قال هات يا شيخ، قال له هات، يعني صدقتك لحية وفي مسجد وقمت بعد الصلاة مباشرة، الأصل فيك الصدق، قال له هات يا شيخ. فماذا كان بعد ذلك؟ أو تبين أنه كذب عليهم وإن كان المقصد ما كان. الآن سأقول للناس شيء، وهو أهل العلم خاصة أهل يعني النقد، نقد العلماء ونقد يعني المحدثين وغيرهم الرواة ومن يتكلم في الدين عموما، ماذا يسمى هذا الرجل في ميزانهم الآن عند قولهم فيه؟ ماذا يسمى بعد هذه الكذبة؟ كذاب، مطروق الحديث، لا يؤخذ منه الدين، هذا هو القسم عند العلماء وعند من يعني يتحرز من أين يأخذ دينه، هذا كذاب، كذب، هذا كذب، هذا هو الميزان إخواني. هذا الدين إسلام، هذا الدين ديننا عزيز جدا، إذا وقع الإنسان في الكذب سقط ميزانه، سقط ميزانه، تبقى فقط من يتعلق فيه شهوة وحبا وطمعا. لكن الله سبحانه وتعالى عندما أسمع المسلمين كذبته، والآن شاع يعني كذبته هاته تشاع، لماذا؟ لعلكم تكرهون هذا لكن فيه خير، أعماركم ستضيع وراء من هذا حاله. لماذا قلت هذا؟ الآن عندما بدأت دعوته بالكذب هكذا، ستسمعون في الدرس القادم إن شاء الله الكذب في الملة والكذب الصراح، الذي لو أتباعه يطيعونه ويأخذون بكذبته في الملة ستسمعون شيئا لم يقله ولم أسمعه من مبتدع قط. كيف يكذب في ملة الله؟ الكذب الصراح البواح والجهل المدقع الذي لم أسمع له نظير عند العلماء. عند العلماء هناك من يسمى نوح بن أبي مريم، معروف يسمى نوح الجامع، اقرأوا عن نوح الجامع وماذا جمع من العلم. لكن لماذا قالوا نوح الجامع؟ قالوا نوح الجامع جمع ما شاء الله من العلم، لكنه لم يجمع شيء واحد، الصدق، كان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده من العلم ومن الفصاحة وعنده ما شاء الله، لكن جمع الكذب مع علمه، فكان متروك كذاب، موضوع الحديث متروك، لا يقبل حديثه ولا يؤخذ منه الدين. لماذا؟ للكذب. هذا هو ميزان المسلم الذي يتحرى. قلت الأتباع لا يرون هذا ولا يريدون أن يروا، حتى أتباعه يراسلون ويقولون نحن لم نسمع إلا خير، لأنك أخي لا تحب أن تسمع، ولأن الحب أعمال. إذا ذهبت إلى الدواعش الآن قلت له أن هذا الذي بايعته هو من الخوارج، لا يرى هذا ولا يصدقك، لأن الحب والتعلق يعمي. كذلك كل من كان في فرقة ووراء وتد وشيخ وينصر شيخا لا يرى كذبة وبدعة وزيغة وضرار الرأس والشيخ، حتى يرجع إلى الجماعة ويخرج من الفرقة وينيب إلى الله سبحانه وتعالى. في الأخير أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا، وأن يجنبنا الفتن، وأن يجنبنا رؤوس الضلال، وأن يبصرنا بحالنا وبعيوبنا. وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وأن يلهمنا صدق المقال والعمل به وتحري الصدق، وأن يجمعنا بالصديقين وأن يحشرنا مع الصديقين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.